بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، تتواصل التحديات والانطلاقات من أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة، انطلاقات سن اللقايا في صباح هذا اليوم شوطنا 18 ينطلق بحفظ من الله تعالى ورعايته، شوط خاص بالإبكار اللقايا. مشاهدينا الكرام، 5 كيلومترات نسير مع هذه الأسماء المميزة الحاضرة في مسار هذا الشوط، مباشرة مع المركز الأول مع الصدارة، أول الأسماء من تقود الأسماء والتحديات الأولى، عهد بشعار هجن أم الزبار، حمد بن محمد بن جرحب المري من يتابع لنا انطلاقة عهد مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني تتواجد هنا مشاهدينا الكرام وتنطلق غند القادمة بشعار هجن الشحانية، يضمنها البرنس جار الله بن عقيل من يقدم لنا غند مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث تتواجد مع المركز الثالث في هذه اللحظات القادمة والمنطلقة أيضا شديد الهجن الشحانية، يضمنها المشاغب محمد بن خالد العطية يقدم لنا انطلاقة وحضور شديدة مع المركز الثالث، بينما المركز الرابع تتواجد القلايل لهجن الشحانية بقيادة البرنس جار الله بن عقيل من يقدم لنا القلايل القادمة مع المركز الرابع والمركز الخامس. المركز الخامس ارتياد لسعادة الشيخ سلطان بن جاسم بن فهد آل ثاني راشد بن علي بن سعيد آل بريص المري من يتابع لنا انطلاقة وحضور ارتياد مع المركز الخامس. هكذا هي الخمسة الأسماء الأولى المتقدمة في مسار هذا الشوط الذي يحمل لنا هذه التحديات المميزة والشعارات الكبيرة الحاضرة والمنطلقة في مسار هذا الشوط. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، أول نداء للخمسة المراكز الأولى أذعناه على مسامعكم في هذه اللحظات، ولكن لنا عودة إلى الصدارة، إلى المركز الأول، إلى البداية. عهد هي القائدة لهذه المسيرة الجميلة، القائدة لهذه التحديات الرائعة. يجري أم الزبار حمد بن محمد بن جرحب المري يتابع لنا انطلاقة وحضور عهد مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني غند من تتواجد من تنطلق مع المركز الثاني بشعار هجن الشحانية لبرنس جار الله بن عقيل يقدم غند مع المركز الثاني في هذه اللحظات، بينما المركز الثالث القلايل لهجن الشحانية يضمرها جار الله بن عقيل مع المركز الثالث في هذه اللحظات، والمركز الرابع أرى الوصول والتقدم في هذه اللحظات اللي وصلت هنا أيضا القادمة هبايب لهجن الشحانية يضمرها البرنس جار الله أو يضمرها عفوا هنا الشبل جابر بن سالم بفاران يقدم لنا انطلاقة هبايب القادمة مع المركز الرابع. المركز الخامس تتواجد هناك من الجانب الآخر شديدة لهجن الشحانية بقيادة المشاغب محمد بن خالد العطية يقدم لنا المشاغب هنا انطلاقة شديدة مع المركز الخامس، ولكن شوف الدخول اللي وصلت هنا مزنة لهجن الرياسة بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري بدأ يقدم لنا انطلاقة مزنة من تدخلت في هذه اللحظات إلى المركز الخامس. هكذا هي الخماسية المميزة التي تسير وتنطلق في هذا المسار المميز والكبير، ولكن الكادر السفلي يحمل لنا مشاهدينا الكرام نخبة وكوكبة من الإبكار الحاضرات في مسار هذا الشوط في هذا الانطلاق المميز والكبير. يا سلام، ولكن عودة هناك إلى الصدارة، إلى المركز الأول، غند مع الصدارة بشعار هجن الشحانية بالشعار الأدعم هنا القائد لهذه الانطلاقة المميزة بقيادة البرنس جار الله بن عقيل يقدم من الانطلاقة جميلة من خلال تقدم غند مع الصدارة مع المركز الأول، بينما المركز الثاني تتواجد عهد لهجن أم الزبار حمد بن محمد بن جرحب يتابع الانطلاقة وحضور عهد. المركز الثالث القادمة هنا القلايل لهجن الشحانية يضمرها البرنس جار الله بن عقيل يقدم القلايل. المركز الرابع تتواجد هبايب لهجن الشحانية يضمرها الشبل جابر بن سالم بفاران المري مع المركز الرابع. المركز الخامس
سيف الوصول وصلت أمال القادمة بشعار هجر أم الزبار، يضمرها الصارم محمد بن برقان المقارح القادم والمنطلق هنا مخلال. تقدم أمال القادمة في هذه اللحظات مع المركز الخامس، هكذا هي الخماسية المميزة. ولكن صدارة الشوط والمركز الأول، دخلنا الغلاف الجوي للكيلو الأخير، الكيلو متر الخطير، يا سلام بقيادة وحضور هنا من تتواجد مع الصدارة مشاهدي الكرام بشعار هجر أم الزبار. تقود الأسماء عهد حمد بن محمد بن جرحب المري، يقدم لنا انطلاقة وحضور عهد. ولكن هجر الشحانية تقدم القلايل، تقدم أيضا انطلاقة وحضور هناك من ميمنة الميدان اللي أيضا قادمة غند، غند والقلايل بشعار هجر الشحانية في هذا الانطلاق والمسار المميز. ولكن هجر أم الزبار، هجر أم الزبار يا سلام تقتحم الصفوف هنا مخلال. تقدم أمال هجر أم الزبار، محمد بن برقان المقارح يقدم أمال مع الأمتار الأخيرة التي يحدوها الأمل بانتزاع ناموس هذا الشوط. ولكن ارصد القادمة سمحة للشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، عوض بن مبارك المهيري يقدم سمحة، هجر الرياسة قادمة مع المركز الثالث أيضا، وهجر أم الزبار مع رفيف القادمة مع المركز الرابع. ولكن هنا أمال، أمال مع الأمتار الأخيرة تحمل الرقم واحد، تخطف الناموس والانتصار. تهانينا لهجر أم الزبار، مشكور يا صارم محمد بن برقان المقارح من يقدم أمال، من خطفت ناموس هذا الشوط. سلام هجر أم الزبار، سلام، تهانينا يا صارم على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني، المركز الثاني وصلت مزرة لهجر الرياسة، يضمنها المجازف محمد بن عتيق بن زيتون. المركز الثالث، المركز الثالث وصلت سمحة للشيخ ذياب بن محمد بن زايد الهيان بقيادة عوض بن مبارك أي المهيري. والمركز الرابع، المركز الرابع وصلت رفيف لهجر أم الزبار، يضمنها زيد بن محسن بن نديلة. تابعنا هذا الشوط ولكن الحضور المميز من أمال، من خطفة الناموس الانتصار 7 دقائق 35 اجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجر أم الزبار، تهانينا للصارم محمد بن برقان بن مقارح. المركز مزرعة لهجر الرياسة 7 دقائق 36 32 اجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لهجر الرياسة، تهانينا للمجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. المركز الثالث سمحة للشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان 7 دقائق 36 71 جزء من الثاني، تهانينا والناموس لعوض بن مبارك المهيري، تهانينا والناموس للجميع.